أعزائي المشاهدين المتابعين جريدة المصري اليوم، مساء الخير على حضراتكم، معاكم أحمد النحيتي. يعني وقصة جديدة زي ما حضراتكم شايفين ترند السوشيال ميديا الأيام اللي فاتت، أصالة أو مي طبعا اسمها الحقيقي، هنعرف منها كل التفاصيل الخاصة بالأحداث الفترة الأخيرة بالبلوجر يعني جبس مصر يعني زي ما بيطلق عليه وزوجته هبة. هنعرف كل التفاصيل هنا مع ضحية جبس مصر او يعني اللي كان بيطلق عليها اسم أصالة، نعرف منها التفاصيل وكل ما يخص موضوع وترند الفترة الأخيرة. يعني برحب بيك على التلفزيون المصري اليوم. ايه اللي طيب اوكي، انا اسمي الحقيقي مي، هم سموني أصالة عشان لما يعملوا السيرش على الجوجل يطلع على الاسم على طول، عشان اسم معروف. طبعا انا غلطت ان انا عملت الموضوع وبعترف ان انا غلطت، بس من الضغط النفسي اللي كان عندي انا كنت متزوجة وانفصلت، وحبيت اعمل دخل عندي زيادة. اوكي اوريدي انا كنت شغالة في مطعم سمك، وكنت بعد مطعم السمك اشتغلت بهاي فرنتشر. طبعا مطعم السمك جبس راح عمل مقلب في مراته، وانا كنت شغالة في اللحظة هاي في مطعم السمك، كلامها من 8 شهور بالظبط. قعدنا نتكلم انا وهبه وسلمنا على بعض، كل مره ابنها يجي يحضني ونتكلم مع بعض والكلامها. طلعت من مطعم السمك رحت على هاي فرنتشر. لما طلعت من هاي فرنتشر برضو وقتها اللي حصل انه انا يعني ما ارتحتش في المكان برضو، فوقتها لقيت هبه بتكلمني بتقول لي الكلام ده من شهر بالظبط. لقيت هبه بتكلمني بتقول لي انا عندي ليكي شغله كويسه. طبعا خليني اوريك احسن، ثواني خليني اقرا لك المسج. تمام، يعني انت كنت شغاله في مطعم سمك؟ كنت شغاله في مطعم سمك، وانا جاي عن طريق هبه مش جاي عن طريق جبس ابدا. كنت تعرفي جبس اصلا؟ لا ما كنتش اعرفه، كنت اتابع عادي اشوف بس عن طريق اللي الاشلاء اللي عم بنزلها، بس مش من المتابعين زي ما قالوا. ماشي، فهبه اللي جابتني قالت لي ثواني، قالت لي كلامها، قالت لي ثواني عشان معشانش اكون هي دخلت كلمتك على الواتساب. كلمتني على الواتساب. ايه العلاقه ما بينك وما بين هبه؟ يعني ايه العلاقه؟ صرنا اصحاب بس مش انتيمات، يعني اصحاب. صاحبتي بتسلم علي، عامله ايه، بنشوف بعض بالسوبر ماركت، بنسلم على بعض، بقعد انصحها على اولادها خدي بالك الناس وحشه، يعنيها وحشه من كلامها. طبعا بعتت لي بصي يا روحي انا قلت انت اولى من الغريب والله، ومش هكذب عليكي انا فعلا كنت عايزاكي تعملي الدور ده في المسلسل، اولا عشان واثقه فيكي جدا وانتي مش صغيره عشان تضيعي وقت في الوقت على الفاضي، والمسلسل فيه خير كتير من فلوس وشهره كبيره وزياده متابعين على الانستجرام وكل المنصات. انا هنصحك نصيحه صغننه من اخت ليكي، فكري تاني في الموضوع، ولازم نتقابل انا وانتي وجبس وتفهمي كل حاجه بوضوح يا مي. دي فرصه تحاولي ما تضيعهاش على الفاضي، عموما خدي راحتك في التفكير وهستنى مكالمتك اول ما توصلي الشغل. قلت لها يا هبه ايه يا حبيبتي المهم. فقلت لها طيب ايه، هل في اضرار الي؟ قعدت مع جبس قبليها عشان في ستاربكس قبليها، عشان انا هبه كانت وين؟ كانت في عند الدكتور مع ابنها، لانه ابنها كان عامل عمليه. المهم قعدت مع جبس واتفقنا ومش عارف ايه وكلامه، قلت خليني افكر بالموضوع احسن لانه خايفه انا يعني شيء جديد. خلاكي تسيبي شغلك عشان لا انا كنت معاك. ايوه انا كنت اوريدي مش مرتاحه في شغل فسبته. ماشي. فالمهم اجيت وقتها، اجت اللهم صل على النبي، اجى جبس واتفقنا انا وياه، قلت له خليني افكر بالموضوع افضل لاني اول مره ادخل بالسوشيال ميديا، يعني مش عايز اي حاجه في السوشيال ميديا ولا خالص، كان بس مجرد صور احكي مع اولادي، صور اولادي كلامها بس مش اكتر. المهم اجى جبس قال لي ايه رايك، وقعد يوريني الفلوس اللي بتدخل له، ما شفتهاش وبعدت عنها. كان بيدخل له كام؟ انا ما اعرفش، عشان انا ما حبيت اشوف لانه هي خصوصيه له، ما ما يعني ما بتخصني ان انا اشوف قد ايه بيدخل له. احتراما يعني احتراما اني انا اعمل اني انا ابص على خصوصيه واحد، لا اللي تزوق مني. فقلت له لا شغله ما بتخصني، الله يبارك لك فيها، بس انك انت تعطيني حقي. قال لي طيب خلاص اوكي. دخلت قلت له طب هل هتضرر؟ طب هل في؟ قال لي انا شركه وفي محامي وفي اللهم صل على النبي، قال لي وفي ايه تاني؟ اخراج وانتاج وفي مصورين وفي حد مدير اعمال.
انا امنت بدل في محامي، قلت له ما في ضرر الي نهائيا، قال لي لا ابدا. يعني من الاخر انت على كلامك كده انت ضحيه جبس في انك كنت داخله تمثلي دور معاه وبعد كده الدور قلب. ايوه انا رضيت، وانا رضيت مش اني انا مثلا حد ضربني ضد عقيدي، انا رضيت لان انا حابه ازيد دخلي. يعني انا اقف على رجلي ماشي وغلط، ما فيش بني ادم ما بيغلطش على ما اظن، مش كنا ملائكه يعني. ايه حكايه اللبس والملابس الجريئه اللي كنت انا شفتك بعض الفيديوهات طلعت ملابس جريئه، الحكايه من عندك ولا من عندهم؟ لا من عندهم. كانوا بيقولوا لك ايه بقى؟ عارف لما تكون شخص مضغوط وضغط يلا بسرعه ويلا انجزي ويلا، ونص اصلا كل الهدوم من بتاعتي وفي درس الاحمر ها تبع التسعينات لا مأجره كان، وكان هو ما بأجرش اي حاجه وما بدفعش اي حاجه، انا اللي كنت اعمل كل شيء، اللهم كان بيعطيني فلوس السشوار بس اللي هعملها، الميك اب وكله انا اللي بعمله. فاجى قال لي بصي كل ما تقلعي اكتر كل ما الريتش يعلى اكتر. كل ما تقلعي اكتر كل ما الريتش. يا ستي انت ايه المشكله؟ ما انت مش مصريه، ما انت مش عارف ايه، ما انت طب ما انت شايفه في النت عاملين ازاي، طب ما انت شايف، ويجيب لي افكار. طب انا صرت انا اجيب له اشياء يعني افكار. انا عايز افهم السيناريوهات بتاعت الفيديوهات اللي كانت بتنزل كل شويه كل شويه عنوان. هو اللي بيعملها. كتبنا اول كتاب، هو اللي بيعملها. مش عارف ايه مراته اللي كانت بتعرض عليها اللبس، هو اللي بيعملها، هو ومراته كانوا مشتركين في ده. ايوه يعني هو بيتاجر بيكي على حساب المشاهدات وعلى حساب ورينا الشاب بتاع اللبس وعلى حساب الارباح اللي بتدخل. ايوه يعني الموضوع كان بيمشي ازاي؟ كان بيقعد عليك ازاي؟ يعني في موضوع الملابس ده عرفينا كده قالت لك ايه او اتكلمت معاك ازاي؟ هي اللي كانت بتعرض عليها اللبس طبعا. انا وخلينا متفقين انت في النهايه هو كان متفق معاكي على مبلغ. مبلغ ما 15000. انا على فكره 15000 لحظه غير البونس. على فكره انا مش موضوع ان انا عامله كل ده عشان المبلغ المالي او انه صار نصب بالموضوع او ان انا عشان الشتيمه اللي شتمتها. ماشي انا كان نفسي في الفرح البس الدريس ده تمام شانيل عندي ده. قالت لي لا الفرح في ناس كتير وما ينفعش وفي ممثلين ومخرجين، البسي حاجه تانية. وريتها الدريس الاسود قالت لي ده حلو عشان في مخرجين وفي اشياء تانية، الادريس الاسود اللي كنت لابسه خلاص. ده يوم ما كنت لابسه الادريس ده الادريس ده انا اللي جبته. ولا اوفر ولا عريان قوي عادي. تمام. انت اصلا خلينا متفقين برضو قبل ما اصور معاكي قلت لي ان لبسك برضو يعني الى حد ما عادي. ايوه يعني مش انا لبسي طبيعي بس مش اني انا اطلع فيه في السوشيال ميديا. لا طبيعي لبسي. اوكي بس براحتك بس ما تظهريش على مواقع التواصل. ايوه لا يعني. طبعا لا. فهنا قال لك ايه بقى؟ قالت لك ايه هبه؟ ثواني، هبه جابت لي البيجامه هاي. معلش الرقم. ماشي بعيدا. ثواني. انا عارضها من تحت. ايوه يا ريت معلش عشان ما يقولوش اني انا نشرت الرقم والكلام اللي عم بيحكوا لي اياه وبيتهموني فيه. انتوا اصلا مشيتوا قانوني في الموضوع اعتقد، انتوا كنتوا بتعملوا محضر امبارح. امبارح عملتوا محضر ايه؟ محضر سب وقصف وتحريض واستغلال. هاي البيجامه الرقم بس هاي البيجامه اللي جابت لي اياها هبه. اوكي اللي خلاص هي دي. ماشي وطلعت صغيره عليا. اوكي ماشي. فانا قالت لي كده بص يا مي انا اقسم بالله قعدت دخت عبال ما جبت لك ده عشان انت عم تقولي والنبي هتقولي محترم، ما لقيتش غير ده هو اللي محترم فيهم. فايه رايك بقى؟ هو ستان كده واللون بتاعه جنساري، هو مش باين بس ما شاء الله الله اكبر الستان بتاعه جميل قوي هيعجبك ان شاء الله. قولي لي رايك، قولي لي انا انفع ولا ما انفعش. اوكي هلا شويه هيك قلت لها شو المقاس. اوكي حبيبتي تسلمي، هو حكى ابيض، انت حكيتي ابيض فبعتت لي كده الابيض بس ابيض بس الابيض بس الابيض بس الابيض لقيته عريان. بص يا قلبي هو فين الابيض؟ بس الابيض لقيته عريان قوي قوي فوق ما تتخيلي. لو عاوزاني دلوقتي حالا اطلبه لك من صاحبتي تجيبه، فحتى في اي حاجه عادي اجيبه لك. وشو يعني كم سنه يعني؟ يعني اسم اثار اخترعوه عشان التمثيليه اللي هم عاملينها وعشان الريتش وعشان المشاهدات على لسانكم طبعا. فانت برضو ما فكرتيش في الموضوع؟ يعني ما فكرتش في ايه؟ هو كان يقول لي اعملي مثلا نقي لي اسم، اقول له كريستينا انه انا اجنبيه. كريستينا مش عارف ايه، يقول لي لا هبه قالت اصاله عشان الناس لما تدور على الجوجل يطلع يعني الاسم دايركت. كل هدفهم ان هم يحققوا ربح ومشاهدات. ايوه بيدو انت كنت احد المتضررين من 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 جبس وقلت لي انه اشترى عربيه وفتح ايه؟ بيوتي سنتر. على كلامه مراته فتحت بيوتي سنتر.
فتح من فلوس المشاهدات والمتاجرة بالناس. ايوه عشان هما ما بيشتغلوش حاجة تانية غير الشغل ده. طب انت ايه العلاقة اللي كانت بتجمعك بيه واتضررت بيه ازاي انت؟ انا علاقتي بيه هو كان صاحب اخويا، اخو صاحبي، اخو صاحبي. بعد كده بقيت انا وهو اصدقاء، واشتغلنا عملنا فيديوهات كتير سوا، وطلب مني شغل كتير، ساعدته في شغل كتير، وقفت معاه في شغل كتير، كليبات، فيديوهات، افكار، مش عارف ايه، وما كنتش باخد جنيه. ما كنتش بتاخد حاجة. كان هو قايل لي ان هو يديني دعم في السوشيال ميديا، وزق في السوشيال ميديا، مش عارف. ولا حتى كنت بشوف منه ايه يعني هو الاخيرة كنت انا مثلا بصور معاه افكاري وانزلها عندي، وهو كان بيصور الافكار، بس افكاره بتجيب فلوس، انا كنت بعمل افكار عادية تمام. اللي هي تيك توك. يمكن هرجع لمي، قولي لي السيناريو يعني، كل فيديو كان ليه سيناريو، كان الموضوع كان بيمشي ازاي؟ هو اللي كان يعمل كل حاجه، انا ما اعرفش اي شيء، هو يجي ويحفظ فيا اعمل ايه واسوي يعني ايه. وكلميني عن موضوع الشيشه ده اللي منتشر في الفيديوهات بشكل. الشيشه فيه. انا اوريدي بشيش بقالي 17 سنه و18 سنه، انا بشيش كلهم فالموضوع من شيش عادي يعني، دونت وري. الموضوع لقيته شويه، لا طلعي الشيشه، طلعي مش عارف ايه، لا اعملها لي عشان يبين انه انا. هو بيبقى متعمد يعمل كده عشان يلفت النظر، بيبقى متعمد يسوق سمعتها في الموضوع عشان يلفت النظر، ومنها عشان لما يسيبها دي كده كده سمعتها وحشه محدش يتابعها. تمام. وموضوع قص الشعر كمان ايه حكايته بقى؟ اوكي، قص الشعر لا انا هتكلم عن نقطه واحده، انا وقتها اتكلمت فيها ومليون مره، وهي المره المليون هحكي فيها. موضوع ان انا اتحجبت ولبست نص كم، ده انا ما كنتش راضي عنه نهائيا. مين اللي اقنعك؟ هو كله إيه؟ عارف عارف عليك كان احكي لك شغله، عارف لما تكون انت مضغوط وبدك تخلص الموضوع، وانا يلا خلصت تصوير واطلعوا خلاص، انا كل يوم بعد كل تصوير اقعد اعيط على اللي انا بيحصل لي، لانه انا بنضغط نفسيا، مش اني انا صغيره مش عارفه امشي، لا بس انه خلصوني خلاص، انا جبت اخري من الموضوع. طب اوكي انت بدك تحكي بالدين والحجاب، ليش ملبسني نصكم؟ عشان يقول لي المتابعين ينشدوا ويدخلوا جوا على على الفيديو، عشان المشاهدات تزيد. ايوه المشاهدات تزيد. طب ليه هدفه من الموضوع ده المشاهدات؟ ولما عملنا تيك توك قعد طبعا الشقه دي يمكن اللي احنا جينا فيها اللي كنتوا بتصوروا فيها الفيديوهات، اول فيديو اللي هو المفروض انها مسكتكم فيه فيديو الخيانه، الخيانه ده كنتوا مرتبين ازاي؟ كانوا مرتبينه طبعا. اول شيء مش الفيديو اللي اجا، الفيديو تبع عند البنزينه بعده كذا مره، لا عند البنزينه وقتها، وهي كانت قاعده مع صاحبتها وكانت في نفس في سياره ثانيه، وهي شافته وماشي معاها وكده. أيوة. عند البنزينه كله مترتب، وكله صاحبتها بعتت لها الفيديو ده. أيوة. وكده قالت لها جوزك بيخونه، كله مترتب وهي معاها، كله مظبطينه. أيوة. مع بعض. ولما كانوا هون اول خيانه هي كانت معانا اصلا، وكلها تمثيل في تمثيل، والتفه كلها تمثيل، والشتيمه كله تمثيل، كل حاجه تمثيل في تمثيل. انت بداتي تقضي موقف امتى بشكل انا سريع؟ فعلا اللحظه هي كنت خايفه، لاني حسيت ان انا هنفضح رسمي خلاص، فاهم؟ فاهم شعوري ان انا مش عارفه شو هعمل. انا فعلا لحظتها ان انا خلاص يعني اتحطيت في الموقف فمشيت فيه. تسمحي لي اقول لك يعني بشكل صريح اني غلطانه، انا سبت اكل عيشك ومكان الشريف اللي كنت بتشتغل فيه في احد مطاعم الاسماك. لا انا في فرنيتشر، معلش ما علينا. بدون ذكر اسماء اي حاجه، انا دلوقتي بلومك لان انت طبعا انتوا هي طلعت اعترفت بالغلط. انا ماشي، ما انا بدينك، بس دلوقتي انت كنت شغاله في مكان بتاكلي لقمه بالحلال، صح كده ولا انا غلطان؟ الحمد لله. ليه ما فكرتش شويه وحسبتيها صح؟ ما قلت هيزيد دخلي. انت فاهم؟ يعني لانه غلطي بالفلوس. لا طبعا اكيد لان انا كنت محتاجه اللحظه هاي، فوقتها انا قلت هزيد دخلي، هيصير وضعي احسن بطريقه سهله، ومفكراهم تحت مسمى ان هم ممثلين وشركه ومحامي يعني يرسم عليك الكلام. ايوه، واقول المحامي ويقول المحامي ما تقليش، قلت له جيبس انا ما راح انأذي، ما راح يتضرر علي شيء، قال لي ابدا انا اهو المحامي بايدي ومعايا ما تقلقيش، وشركه ضرايب ولا شو ضرايب وضرايب هتطلع، انا دفعت لك حق الضريبه ومش عارفه ايه، انا مش فاهمه ولا شيء. تمام، قولي لي انت برضو ما قلتليش ما خدتي بقى بدات تاخدي موقف امتى مني، يعني خلاص بقى بشكل صريح لما حصل ايه؟ لما بدا يعني يرفع صوته عليا، لما بدا يتدخل في حياتي، انا ما قلتش كلامها. لما بدا يقول كلام ملوش داعي، ماشي زي إيه؟ يعني كان بيقول ايه؟ مش هقول، مش لازم، ماشي مش لازم اقول. خلاص بقى بدا ياخد مساحه غير بتاعته خالص غير بره التمثيل. ايوه انا ما حبيتش احكيها زياده عن اللزوم. عشان انا عارفه شو راح يصير. تمام. لقيت الموضوع انا خلاص ما رضيتش تحكي كده علشان مراته، عايزه اخلص، ما حصلش مشاكل بينه وبين مراته. عايزه اخلص الموضوع. تمام. ماشي يعني انت خلاص بقى خلاص جبت بدأ. اخري اخر شغله في الموضوع اللي صارت لما هبه شتمتني، قلت خلاص كده شكرا
تشتمني بعرضي. قالت ايه بقى؟ طبعا قالت اني انا شوشو واني انا حشاشه وان انا جايبني من مرأة من 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 كباريهات. من كباريهات وان انا رقاصه واني انا اني انا ايه قالت ايه انت معفنه وفلوس وانا بقول الفلوس بتاعتي بتوزنك ذهب بالمعنى يعني مش بتوزنك ذهب. وبعدين اللايف الثاني زعلان على الرقاصه اللي جايبها. طب احترمي نفسك انت جايه تقولي لي بتتكلم معايا طبعا وبتيجي تقعد هون بتيجي تقعد هون وبتيجي تقعد على غرفه النوم تبعتي. الفيديو نازل فيديو كواليس حد يعني يقول لك طب كملت ليه في الموضوع. اكيد ناس كتير هتكون بتتكلم معاك في النقطه دي. انت كنت الموضوع كله كان ماشي بشكل كويس لحد ما بدا العرض. الناس بتقول على موضوع الفلوس ان انا عامله كل ده عشان ما خدتش حقي وعشان ما خدتش البونص. لا والله الشرف والكرامه والشتيمه هاي ما بتتاخدش بفلوس. معلش يعني انت وقفتي الموضوع ده عشان خاطر كرامتك وعشان خاطر أيوة. الكلام اللي اتقال. وانا اصلا كنت عايزه اوقفه من زمان لانه كل مره بتحصل مشكله وكل مره بيرفع صوته وعندي إيه عليا السياره. كان في بينكم عقد مثلا؟ لا ما فيش عقد عشان انا عارف الغباء عارف الطيبة الزيادة يعني انا لا غباء مش غلطة. في فرق بين الغباء والغلطة. انا غير ان انا غلط ده غباء ان انا بقول حرام ممكن اعمل لهم مشاكل ممكن يتأذوا بصورتهم قدام الناس ممكن انه صفحاتهم تتقفل والناس مش هتصدقهم. بس لا لما انت تشتميني يعني حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي الناس اصلا يعني متضايقة من اللي بيحصل الناس تعاطفوا معاها في الاول لكن الموضوع طلع ايوه ما هو لما سوري بالكلمة اللي حصل ده كله على قفايا مين يعني مين على قفاك قفايا انا والناس برضو متضررين قفايا انا طبعا تمام انت رقم واحد والناس يعني انت موجودة في الحدث والناس متضررة جدا من اللي حصل وانا حالة من الاستياء على اللي احنا شفناه طبعا يعني حالة كبيرة وحالة غضب عن الموضوع وكله بسبيل ايه يا بيدو زي ما انت قلت لي فلوس المشاهدات مشاهدات يعني هو بشكل صريح انت قلت لي اشترى عربيه وفتح بيوتي سنتر بالزبط. على لسانك على لا هم اللي بيقولوا ان هم عملوا بيوتي هم اللي طلعوا كانوا مش على لساني هم اللي قالوا على لساني وعلى لسانهم هم قالوا ان هم من فلوس المشاهدات وعلى قفا الناس يا جماعه ام مسلم مش هتطلع الفتره دي عشان لسه فاتحه مشروع جديد وبتهتم بيه وسابت السوشيال ميديا ولا تتوقع احنا معلش سوري لا تتوقع ان احنا قاعدين عاملين هيك عشان ما اعطانيش حقي وعشان ما اعطانيش البونس لا انا شرف اني انا ينحكى بشرفي وبسمعتي وبعرضي واني انا شوشو هي عن مال الدنيا كله بعدين انتوا سويتوا سمعه واحده دلوقتي ماشيه في الشارع بيتقال لها يا شمال وبيتقال لها كذا وبيتقال لها كذا وبيتقال لها كذا ده لا كلام ما بيليش وانتوا خلاص اعتزلت السوشيال ميديا ورايحين بتشوفوا المشروع اللي انتوا عملتوه وانت معمرتك ومبسوط ومع اولادك مبسوط وانت في النهايه عايزين تقولوا لي ايه انت دلوقتي انت انا بحذر كل البنات كلهم محدش يخدعكم عن طريق الاغراءات السوشيال ميديا الفلوس الرقم التوثيق مش عارف ايه انا مشهور انا اي حاجه من دي خلوا بالكم من الكلام ده كله ليه علشان هو دخل كلم اكتر من واحده من صحابي بسكرينات معايا ودخل قال لهم كذا كذا هو كان عايز يعمل الموضوع ده مش معايا بس كان عايز يتجوز ثلاثه وقال لها هات اتنين صحابك وكل واحده تاخد لها 1000 جنيه الناس اللي بتسال مين بيدو هو يعني المفروض انه صديق كان صديق كنت. جبس وطبعا كان بيحاول يدخله في حاجات مش بتاعته نهائي لحد ما اعترض عليه وبدا يقف قصاده من غير ارقام بس ماشي هو بس انا مش رقم عشان بيقول لك بتوزعه مش عارف ايه الشات بتاعه البنت بتقول له والنبي معلش مش عارف اخد اجازه خالص لو تعرف تقول لي التفاصيل هي البنت خافت قبل لو تعرف تقول لي التفاصيل هنا عشان في الموبايل لو لقيت ان الموضوع مش هيغنيني عن الشغل وكده ان انا اسيب الشغل انا خايفه جدا اسيب الشغل وفي الاخر افضل قاعده كده ما هذا اللي حصل للاسف قال لها عشان كده بقول لك نتقابل ومن ناحيه ان الافكار اللي هنعملها تغنيكي عن شغلك ففعلا هتغنيكي ومش للمدى القريب لا للمدى البعيد جدا من ارباح وزياده جميع صفحاتك على الميديا صدقيني يعني هو كده بيتاجر بالناس هو ايوه بيتاجر بالناس اللي بتتفرج عليه وما بياخدوش بيتاجر باي حد بيتعامل معاه الكلام ما بيرضاش يحكي في شات يعني بيدور على اجنبيات صدقيني مش هينفع صدقيني مش هينفع اتكلم معاكي في اي حاجه تخص الموضوع هنا في الفون علشان ما يتمسكش عليه ادله ايوه نفس الشيء والحاجه الاساسيه عنده ان هو بيدور على بنات اوبن مايند ان هي تبقى متفتحه مش عارف تلبس عريان براحتها عادي مش عارف ايه ولو طال يجيب اجنبيه هيجيب اجنبيه بس في النهايه انتوا كده ماشيين قانون قانون طبعا احنا ولا عايزين احنا حقنا نعرف نجيب ازاي بالقانون الدوله فيها قانون والدوله فيها طبعا الدوله فيها كل حاجه قانون واللي غلط هيتحاسب كده كده اي حد غلط بالظبط خلينا متفقين ان هو هيتحاسب
مشاهدين ومتابعين جريدة المصري اليوم، ده كان لقائي مع يعني مي او الشهيرة بي اصالة في يعني قضية اثارت وسائل التواصل الاجتماعي الفترة الاخيرة، وهي قضية جبس مصر وزوجته يعني هبة تمثيلية اتفقوا عليها مع بعض، لكن في النهاية تأذت مي اللي قدام حضراتكم دي، والمفروض انها شخص مدان اتضحك عليها وعلى لسانها، هما اللي كانوا بيتفقوا معاها على كل حاجة، سواء الملابس اللي كانت بتظهر بيها بشكل لا يليق او اي حاجة اتفقوا عليها، او حتى قص الشعر وغيره من الحاجات اللي شفتوها واللي كانت منتشرة. يعني عايزين تقولوا حاجة اخيرا؟